انطلقت في المسرح البابلية في مدينة الحلة مركز محافظة بابل فعاليات مهرجان بابل الدولية للثقافات والفنون العالمية في نسخته 11 بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والفنانين من داخل العراق وخارجه، والذي يتضمن فعاليات ثقافية وأدبية منوعة فضلاً عن عروض مسرحية وجلسات نقدية بالإضافة إلى معرض للكتاب. يستضيف المهرجان في هذه النسخة العديد من المفكرين والأدباء والمثقفين العرب والأجانب بتخصصات مختلفة آثارية أدبية فلسفية وتشكيلية وأخرى أيضا، وتضمن الافتتاح أيضا إقامة معارض للكتب، وبمبادرة لطيفة من إدارة المهرجان بأنها دعمت الطلاب وطلاب الدراسات العليا في أن يحصلوا على كوبونات مجانية لشراء الكتب. الآن عندما نشأت وأنا صغيرة كانت الثقافة العراقية بالنسبة لي مكون مهم جدا، مكونات تكويني، وفي سنوات الجامعة قرأنا السياب وفؤاد تكرلي وكل الأسماء العراقية المهمة، فبلد بهذا الغنى من المؤكد جدا أنها تستطيع أن تنهض من جديد. واختار المنظمون للمهرجان الثقافة الفلسطينية ضيف شرف لهذه الدورة، والشاعر عبد الوهاب البياتية شخصية الدورة الثقافية والأدبية، بمناسبة مرور أكثر من ربع قرن على رحيله. يعني مهرجان أنا أتشرف أنه أغني هذا المهرجان الكبير والعريق في مسرح بابل العظيم، وهي مشاركتي الرابعة طبعا، وأنا أتشرف اليوم راح أغني على هذا المسرح، وراح نغني أغاني جديدة وأغاني قديمة طبعا، لأن هواي طلبوا من عندي قبل ما أصعد المسرح قالوا لي غني أغاني القديمة، وإن شاء الله نرضي هذا الجمهور الراقي. يعني بلقائي بثلة من الشعراء والمثقفين والمبدعين العالميين والعرب، وأيضا سعيدة بمشاركتي بمهرجان عريق كما مهرجان بابل. أول مرة أشارك، أول مرة أقف على هذا المسرح العريق. درسنا بابل في التاريخ أقدم الحضارات، ولكن أن أكون بينكم بين هذا الشعب وعلى هذا المسرح كان شرف عظيم لي. مشاركة عراقية وعربية وعالمية واسعة في هذا المهرجان بنسخته الحالية، والذي تضمن فعاليات ثقافية وأدبية منوعة، كما تضمن عروض أزياء على المسرح البابلي للشعب الفلسطيني وفقرات موسيقية، بالإضافة إلى تكريم عدد من الأدباء العرب والعراقيين. من باب المعتز العبودي، زاك وسطيني.